سلام المسيح معكم أحبائي ومشاهدي قناة نور الشرق، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم فرح البشارة. وهذا البرنامج وهذه الحلقات وهذه السلسلة هي سلسلة فرح وبشارة مفرحة من معجزات ربنا يسوع المسيح. معجزة اليوم هي معجزة شفاء ابنة المرأة الكنعانية، وهي موجودة في إنجيل معلمنا متى إصحاح 15 من آية 21. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي سور وصيداء، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه: ارحمني يا سيدي ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتاة الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ قال له يسوع: يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة، والمجد لله دائما أبديا أمين. بيباركنا وبيفرحنا دائما وجوده معنا قدس أبونا الحبيب رويس الأورشليمي راعي الطائفة القبطية الأرثوذكسية في لبنان. مساء الخير أبونا. يسعد مساك ومساء الإخوة المشاهدين، الله يخليك. تعيش دائما قدس أبونا، فرحانين دائما يعني كلنا بوجود قدسك، بتعلمنا دائما قدس أبونا. الله يخليك. أيضا بيفرحنا وبيباركنا وجوده معنا أخونا الحبيب الأستاذ جرجس فرج غالي، الخادم والواعظ بكنيسة السيدة العذراء مريم ببغداد وبيروت. منورنا أستاذ جرجس. الله يخليك أستاذ إسحاق، أهلا بيك وأهلا بسهلا بكل مشاهديك الكرام. الله يخليك. أتسابونا، يعني إحنا شفنا من خلال المعجزات الكثيرة، شفنا عمل السيد المسيح عمل معجزات مع مجموعات، عمل مع أفراد، عمل مع مؤمنين، عمل مع يهود، عمل مع أمميين. يعني الست دي ست أممية زي ما إحنا امرأة كنعانية. وقدسك معودنا دايما بيقول كان هناك في انصرف نواحي سور وصيدا. قدسك دايما معودنا يعني نشوف المكان، كان السيد المسيح فين، كان رايح فين، طبيعة المكان اللي السيد المسيح موجود فيه، عشان ما أحبنا المشاهدين نقدر شوية شوية نتعلم من المعجزة دي مع بعض. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. في ناس كتير بتفكر أن السيد المسيح في هذه المعجزة راح لسور وصيدا، لكن الإنجيل يقول نواحي. نعم، نواحي سور وصيدا. ولما هو طبعا كان في منطقة الجليل العليا، الجليل الأعلى، والجليل الأعلى اللي هو حيفا وما جوارها، وهذه طبعا هي مجاورة حيفا، بعدها سور، ما بينهم في ضياع تبع الجليل وفي ضياع تبع سور وصيدا. وليه قال سور وصيدا؟ لأن كانوا في الوقت ده مملكة واحدة، حتى أن حرام اللي كان يساعد سليمان بأخشاب لبناء الهيكل كان ملك سور وصيدا، كان له صداقة مع داود النبي الملك، فكان ملك سور وصيدا، فمرتبط اسم سور وصيدا مع بعض دائما، كانت مملكة واحدة. لما جرب من النواحي دي، لكن هو كان ما زال في الأراضي، أراضي إسرائيل، عشان كده لما المرأة الكنعانية سمعت خرجت من التخوم، التخوم سور وصيدا، خارجة من تلك التخوم. نعم. خرجت من تخوم سور وصيدا وراحت ناحية الجليل، لأنها كلها متواصلة قريبة جغرافيا من بعض. يعني على بعض. لذلك بيأكد الكلام ده اللي قاله السيد المسيح نفسه: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال. فلو كان هو في أراضي سور وصيدا، طب كيف لم ترسل إلا نعم يعني أنت دخلت أراضيهم؟ نعم. يبقى جيلهم. نعم. دي النقطة تسلم. الناس بتخلط كتير إن المسيح جاء إلى سور وصيدا، لا، هو جرب من هذه النواحي خاصة في هذه المعجزة. طبعا كان الخبر منتشر في الجليل، أن المسيح كان يجول يصنع خير، وكان عمل معجزات كثيرة، وكان يجوله من الجليل ومن اليهودية ومن سوريا ومن العشر المدن، يعني كان ومن عبر الأردن. وهلا بنشوف من سور وصيدا ناس سمعين بالسيد المسيح، للسيد المسيح لما يسمعوا عنه، كانوا إنه في المنطقة بكل بيخرج. فهذه المرأة كانت بنتها معذبة مريضة، في شيء، في عندها احتياج، عشان كده لما سمعت طلعت تركض من التخوم وراحت لمنطقة الايه
المناطق اللي كان فيها السيد المسيح اللي هي منطقة بني إسرائيل مش سور وصعيدة. يعني هو يعني هو نعم. نعم يعني هو في آخر قرب من سور وصعيدة، لكن في المنطقة اللي هو فيها هي منطقة بني إسرائيل. نعم. لذلك قال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال. لو كان فات في نواحي سور وصعيدة يبقى كيف لم ترسل إلى بيت خراف؟ يبقى أنت موجود بالمنطقة، أنت جيت في المنطقة. نعم. لكن المرأة الكنعانية هي اللي ذهبت لي وقالت له يا سيد يا ابن داود، إذن كانت هي عارفة مين اللي رايحة تطلب منه شفاء بنتها، مش إنها رايحة وما تعرفش مين، لا ده رايحة تعرف مين هو، رايحة له يا أبونا. آه. وبتقول له يا سيد أعني، بنتي معذبة، بنتها مريضة، فحتى مش جايبة بنتها معاها، لكن هي إيه يعني وتطلب من أجل بنتها، لم يذكر أن ابنتها كانت معها. معها. فإذا المرأة عايلة هم ببنتها وهي رايحة، لأن بنتها أكيد مش بتقدر تتحرك أو تتنقل عشان تروح معها، فهي خرجت، هي خرجت من تخوم سور وصيدة إلى منطقة الجليل عشان تطلب من المسيح شفاء بنتها. فالمسيح طبعا ماشي، المسيح مع الجموع. آه. ودي ودي كانت بتوضح أن المسيح جاء إلى خاصته، إلى خاصته جاء وخاصته. لما خاصته اللي قاله القديس يوحنا الإنجيلي في الإصحاح الأول، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وأما الذين قبلوا. آه. هذه بقت إيه من ضمن اللي قبلوا المسيح من الأمم، لكن الهدف كان من مجيء المسيح إلى بخراف بيت، لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. طبعا كان الكل في ضلال، الجميع زاغوا وفسدوا عشان ما حدش يفكر ان كان في ضلة وكان في مش ضلة، لا كلهم كانوا في ضلال، لان الكل كان زاغوا وفسدوا وعوزهم مش ضلة. وهذا الجيل كان حتى بني اسرائيل تكلم عنهم قبل كده، ارميا قال اخرجوا الى شوارع المدينة لو وجدت انسانا واحدا يفعل عدلا، يعني كان معروف ان هم ما فيش كل الجميع زا وفسد، وكان ده الوقت المعين لاحتياج الجميع للمسيح. لو في واحد مش محتاج للمسيح ما كانش جاء المسيح، الكل كان في احتياج، حتى ان العذراء نفسها كانت في احتياج للمسيح ومحتاجة للخلاص. وهذا ما قالته في التسبيحة، تتهلل روحي بالله مخلصي المخلص بمجيء المخلص. فالكل كان محتاج لمجيء المسيح، فيش حد كان مش محتاج. لو في حد مش محتاج لما جاء المسيح. نعم. كان ممكن الخلاص بدون المسيح، لكن نعم. ليس خلاص ليس بأحد غيره، بأحد غيره الخلاص ما فيش. فعشان كده جاء المسيح. فكان أول حاجة اهتمامات المسيح كان إلى خاصته، إلى أهل إسرائيل. وأهل إسرائيل لما رفضوا صار التوجه إلى إيه؟ إلى الأمم. حتى أن بولس الرسول لما بدأ يكرس في الأول بدأ يكرس لمين؟ لليهود كمان. لليهود. لما رفضوا توجه إلى الأمم. آه. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبل، أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يسيروا أبناء. إذا كانوا هم ذكم شعب الله رفضوا أن يكون الله سيدا عليهم وطلبوا ملك أرضي في أيام صموئيل النبي، وربنا قال لصموئيل ما تزعلش، هم لم يرفضوك أنت بل رفضوني أنا. فهم رفضوا من الاول، هم بيرفضوا كل حد بيجي لهم باسم ربنا، عايزين يعملوا اللي يعملوا ويصيروا كالامم. ودي مشكله ان الانسان المؤمن يبقى عايز يبقى زي الامم، دي مشكله. النهارده المراه الكنعانيه بتدي درس للجميع، الامم عايزه تبقى زي مين؟ زي شعب الله. مش شعب الله عايز يبقى زي الامم. انسان في كرامه ولا يفهم، زي ما بيقول سليمان الحكيم يشبه البهائم التي تذبح. فكان بني إسرائيل في كرامة وما بيفهموش، إلى خاصته جاء ده أنتوا جالكوا المخلص، رفضوا هذا الخلاص. فالسيد المسيح اقترب من نواحي سور وصيدا. نعم. وأعماله بقى والكل لم يدخل سور وصيدا. نعم. وكان مشهور طبعا لأنه كان المعجزات من كل مكان، وأي مكان كان يحل فيه حتى في الجبل، وده بيورينا أن كان حتى بالقرب من هذا. لما السيد المسيح راح في الجبل الناس كلها اجتمعت ليه، لما راح نواحي
بحر الجليل، بحر طبري، الناحية الشرقية، كله جمع البحر، منطقة الجولان، الكل راح مشي وراح له مشوار طويل لدرجة ان هم اهتم المسيح حتى بتعبهم وبجوعهم وباحتياجهم، ان هم ما صدقوا وعرفوا فين المسيح، فرحوا كلهم بمرضاهم واللي راح يسمعوا له. فالمسيح كان يجول في منطقة الجليل في نواحي بالقرب من صور، وصيدا خرجت هذه المرأة الكنعانية من التخوم، من تخوم صور وصيدا، وهي راحت لمنطقة الجليل للسيد المسيح تطلب شفاء ابنتها. عشان كده أول إجابة ليسها لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل. فلو كان السيد المسيح دخل صور وصيدا، إذن لماذا أنت مرسل للجميع مش بس لخراف؟ أنت اللي جيت عندنا، كان هيقولوا أنت اللي جيت صور وصيدا. نعم. مش وكيف لم ترسل إلا إلى خراب؟ لو إنك لم ترسل إلا إلى خراب بيت إسرائيل، ما كنتش دخلت أراضينا. ملجي عندنا ليه؟ نعم. هذا توضيح بقى. الله يخليك أبونا. تعيش وتسبونا. وصرخت إليه: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة. يعني وتسبونا دايما بيحطنا كده في أجواء المكان، يعني تكون احنا كمان عايشين المعجزة، والست دي جاية منين، والجو اللي حواليه شكله ايه، واحنا دلوقتي مع يعني احتياج، في مشكلة موجودة، في عندنا الست بتصرخ وراء السيد المسيح، عندها ابنتها مجنونة، وتقريبا يعني هي جاية للسيد المسيح اكيد مش من فراغ. فنحب نسمع كده مع حضرتك استاذ جرجس، كيف كان وضع هذه الست وبنتها والاحتياج اللي عندها؟ حقيقة المرأة الكنعانية قلبت موازين الإيمان بجراءتها الإيمانية. هذه المرأة الأممية الوثنية عرفت كيف أن تكتشف المسيح، وهي كانت تعيش في مجتمع كله من النجاسة والخطية. لكن الغريب ان التناقض الكبير اللي بين الست وبين اليهود، ان هو جه لخاصته، وكان عندهم في النبوات سابقا محدد شخصه، ومع ذلك لم يقبلوه. ده مش بس لم يقبلوه، ده قاوموه. ده مش بس قاوموه، ده كانوا يتلصصون ان نعم. يلتمسوا نعم عليه يلتمسوا اي غلطه، اي خطأ عشان يحاكم. ففي فرق كبير جدا. الست دي بتدي درس كبير قوي، وهنشوف الضغوط كمان اللي تعرضت لها لتثبت جوهر هذا الإيمان. لكن احنا بيقول لما خرج يسوع وهناك انصرف نواحي صور وصيدا، هنا عايز يعلن ان مدام ان اليهود الذي اتى من اجلهم لم أتي الا لخراب بيت اسرائيل الضالة، هو جه لهم بس لم يقبلوه. وبالتالي هنا لما أقول خرج يعني تركهم وبدأ يبحث عن ولاده الموجودين خارج الحظير عشان يرجعهم تاني داخل هذه الحظير. وليه خراف أخر يجب إيه أن يؤتى بهم إلى الحظير أيضا، اللي هم الأخر، هم هدول اللي هم الأمم. لأن أنا جيت لكم وإنتوا شفتم كل المعجزات دي، وعندكم الآباء وعندكم الأنبياء وعندكم النبوات، وكل ده ما أثرش فيكم. يبقى ما نعتبش على المرأة الأممية اللي هي لم تأتي لها، لا جالها نبي ولا جالها نبوة ولا جالها أي حاجة، وبالتالي مجرد أن تسمع وهي في حاجة معينة تأتي وتعرف إن خلاصها وحاجتها موجودة عند السيد المسيح. بينما هم التهم بالشكليات وبحرفية الناموس، وبعدهم عن روح الناموس اللي هو ربنا نزله من أجل خدمة البشرية. وبالتالي كان مطلوب منهم فعلا ان هم على الأقل ينظروا لهذه المرأة، ينظروا لقائد المئة، ينظروا للناس اللي هي لم تعيش حياة الحب الإلهي، وإزاي إن هي جت للسيد المسيح. القديس متى بنتكلم عنها قال عنها إن هي كنعانية، والقديس مرقس اتكلم عنها قال إن هي وثنية في نقيل. طبعا هو نفس
نفس الشيء. إن كانت هي كنعانية كانت كنعانية من جهة الدين، وكانت فينيقية من جهة الأرض اللي هي تسكن فيه، وهي كونها كنعانية هي تأتي أو تنتسب إلى كنعان، وكنعان ده كان ابن حام ابن نوح، فهي تنحدر منه، وكانوا يستوطنهم في المنطقة اللي هي في فلسطين من سور وصيدة لغزة، والمناطق دي اللي كانوا بيعيشوا فيها يعتبر هم من أوائل من سكنوا هذه المنطقة. فبالتالي ما فيش خلاف بين ان هي كانت كنعانية، وتذكر في جانب اخر ان هي وثنية فينيقية، لان كان عندهم كانت مدن دي تمتاز بالشر الكبير، كان عندهم آلهة يعبدوها زي عشتاروت ذو القرنين، زي عشتاروت زعين، دي كلها كانت آلهة لهم كان هم يعبدوها من العبادات الوثنية. فما كانش في اختلاف ابدا، بس هذه المرأة سمعت، كانت متألمة، سمعت هي عندها ألم، عندها ألم، نعم. عندها ألم فظيع، ولذلك من سمعت عن السيد المسيح لقت إن خلصها وحاجتها، زي كل المعجزات اللي احنا شفناها، عندما تسد جميع الأبواب لا يجد باب أمامهم إلا السيد المسيح لكي يشفي لهم هذه الحال. العجيب إن الست دي لم تطلب شيء أبدا، حتى ما طلبتش شيء لبنتها، ده هي قالت له ابنتي معذبة، ما طلبتش منه قالت له ايه اشفي لبنتي او اعمل كذا او كذا، لا ده هي قالت حاجة واحدة، طلبت حاجة قالت ايه يا سيد ارحمني، ارحم يعني طلبت الرحمة قبل ان تطلب الشفاء لبنتها، فهي الرحمة لها هي، لان ان كانت بنتها معذبة بروح شريرة، بس لما بتقول ارحمني معناها ان هي معذبة اكتر منها، لان هي عم تصرخ و... وبالتالي هي التي مجنونة جدا، يعني ربما كان عشان عليها روح شريرة، مش عايزة هي، اصل التعب هو لها هي، البنت يمكن نايمة في فراشها بتتخربط شوية بتعمل شوية، بس العذاب كله لمين؟ للأمة دي، لذلك بتقول ارحمني، ما قالتلوش مباشرة ارحمني ابنتي معذبة، يعني التعب كله انا اللي تعباه، انا اللي متحملاه، وانا جيت لك انت لان عارفه ان سمعت عنك انت يا ابن داود. طب هي من تعرف منين ابن داود؟ ده ما عندهاش نبوات، ما عندهاش حاجه، لكن هي سمعت الكلمه دي من اليهود ان هي ايه ابن. وبعدين شوف بقى الاسلوب المهذب المسلم، يا سيد، يا سيد اعني، فيقول اللي بقى ايه لم اتي الا خراب بيت اسرائيل الضال، يعني كان ممكن كرامتها تنقح عليها، كان ممكن تزعل، كان ممكن كذا، لكن ابدا ولا اثر عندها، لان عندها هدف، عندها هدف، هي جايه لحاجه معينه، لذلك ما اثر فيها هذا الشيء، حتى لان التلاميذ نفسهم قالوا له اصرفها، لانها يعني ده من صوتها العالي ده بتصرخ ورانا، مش عارفين احنا من صوتها ده اصرف، قال لهم لا ده انا مش هصرف، ده أنا لازم أوريكم اصرفها لأنها تصيح ورانا، تصيح ورانا، نعم. لا 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 مش سهلة اصرفها كده، لا ده أنا ممكن أديلها اللي عايزة، لا ده أنا عايز أعلمكم حاجة تانية، ده أنت هتشوفهم درس كبير جدا هتتعلموه في حياتكم، لأن أنتم اللي هتكرزوا للناس دولت، صح هو سابهم عشان خاطر يطلبوا من أجلها، لكن لازم تشوفهم إيمان المرة ده شكله إيه، الست دي شكله إيه، عشان تحسهم بالأمم قد إيه هم عطشانين لكم حتى أنتم. وبعد يجي بقول له تقول له يعني ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب، ده كلمة طبعا هي الكلمة في معناها القوي، المسيح عمره ما يوبخ خليقته ولا عمره يوبخ إنسان ولا يستحقر إنسان، لكن المثل ده بالذات كان موجود ضمن التراث اليهودي اللي هم عايشينه، لان اليهود كانوا يقسموا المجتمع لنصين، في نص ابناء الله والنص الاخر كلاب اللي هم الامم، اللي هم دول يعتبروا بالنسبه لهم نجسين، لا يمسوهم، لا يدخلوا بيوتهم، لا ياكلوا معاهم، اي شيء تمثل لاغراضهم لازم يغسل ايده، ده بالنسبه لهم يقسموا. فهو من السيد المسيح بيقول الكلمه ديت ما بيقصد بها الاهانه، ده بيقصد ان هو نفس الكلام اللي هم بيقولوه عشان نفسهم يسمعوه، اللي انتم بتقولوا عليهم كلاب هيكونوا هم الاولون، شوفوا انتم ايمان اللي انتم بتقولوا عليهم كلاب، انا جيت لكم وانتم ما عرفتونيش، ما لمستوش الحب بتاعي، فانتوا دلوقتي اللي انتم بتقولوا عليهم كلاب هوريكم الايمان بتاعي ليس حسنا. قالت له بقى ايه يا سيد احترام
تهذيب. يعني ان هي تيجي لعنده استاذ جرجس معنى ان هي تروح لعنده وتروح لعند السيد المسيح من هذا المكان الى مكان اخر بهذا، يعني ما كانش في طريقه تانية للست دي ان ابنتها تشفى بيها؟ هل هي تكون جربت يعني هيك، يعني وضعها كيف كان قبل؟ شوف المسيح رد ان يعطي درسا كبيرا نعم. سواء للتلاميذ او لكل من حضر هذه المعجزه. اولا بيدي درس للتلاميذ ان هم يعرف ان الناس دي قد ايه ايمانهم قوي وعايزين يجوا، الحصاد كثير والفعل قليلون، تعالوا شوفوا. وفي نفس الوقت عايز يدي درس اخر يوري عظمه هذا الايمان القوي لهذه المراه. لم ارسل الا لخراف، ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويرمى الى الكلاب. كلام من تسمعه تقول يا سيد، الادب الذوق، حتى الكلاب بتاكل ايه؟ من الفتات الساقط. ده الفتات الساقط ده مش شويه، ده الفتات الساقط ده ملى 12 سله. الفتات اللي هو من حاجه بسيطه ده ملى 12 سله كتير. فاذا كان خبز البنين اللي هو للبنين ويقصد بهم اليهود لم يعرفوا قيمه هذا الشيء، فهنا الامم الفتات لهم. يبقى هي السيد المسيح وضع الامم عندما يكونوا مؤمنين بايمان هذه المراه وضعهم في مصاف البنين، وضعهم اولادا لابراهيم ايضا. وانت لاحظ هو الامم مين؟ طب احنا كلنا كنا امم، والكنيسه القبطيه والكنائس دي كلها ما كانت كلها ضمن الامم، كلنا امم. والان يحملون السراج المنير لكل انحاء العالم، بينما هم لحد هذا الوقت زي ما تفضل أتسابونا وقال لحد هذا الوقت ينتظرون الملك الأرض الذي يأتي بسيف من أجل أن يكون يملك عليهم وينتصر لهم بالحق بالسيف. لكن المسيح ما جاب بالسيف، المسيح جاب حاجة تانية، جاب محبة كبيرة جدا. لذلك هذا الاختبار الكبير جدا لها هذا بيظهر عظمة هذا الإيمان. نعم. لذلك من هذا الإيمان العميق والكبير، شوف بقى يجي السيد المسيح يقول لها كلمة حلوة قوي. يا امرأة عظيم هو إيماني. نعم. ليكن لك، شوف بقى فتح قدامها كنوز. ده كلمة يا امرأة عظيم هو إيمانك ده ما قالهاش للتلاميذ. ده التلاميذ قال لهم يا قليل الإيمان. نعم. وهذه المرأة يقول لها عظيم هو إيمانك. وأول بقى يقول لها بقى خلاص فتح لها، هو ضغط حتى يوري، هو كان يضغط وكان يسندها. لما كان بيضغط كان بيسندها. ربنا من بيدي من يدي تجربة أو كلمة على مباشرة بيدي مقابلها، يقول لك لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. يعني ربنا بيدي التجربة على قد الاستطاعة، وكمان بيسند بإيده مع التجربة دي. يعني في نشيد الإنشاد أيضا يعني يجرح ويعصب. بالظبط كده. لا، فشماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. يا سلام، شماله كده تحت رأسه والإيد التانية بقى بتعانقني كده. يعني أنا هروح فين؟ ده أنا عايش في وسط بقى كنز الرحمة والمحبة كله. فعندما فتح أمامها بهذا الإيمان، فتح أمامها كل الكنوز العطايا، بحيث في نفس اللحظة اللي قال لها ليكن لك، كان هناك البنت مباشرة شفاء، زي بالضبط ما حصل مع قائد المئة لما شاف إيمانه قال له يا سيد قل كلمة فيبرأ الغلام. نعم. فقال له مدحه قال له إيه؟ قال له لا يوجد في إسرائيل إيمان بهذا المقدار. هذا الإيمان هو اللي خلى. احنا هنرجع لموضوع الإيمان، هنرجع لموضوع الإيمان أستاذ جرجس. أتسابونا، يعني الست دي جاية من آخر الدنيا وجاية ست أممية وعم بتقول له ارحمني يا سيدي ابن داود، وجاية عندها هذا الاحتياج، والتلاميذ كمان اتدخلوا في الموضوع، اصرفها لأنها تصيح وراءنا. بدأ السيد المسيح يتدخل ويرد. أول شيء أنه أنا ما جيتش إلا لخراب السير الضل، بعد كده سجدت له وبدأ رد السيد المسيح اللي هو البعض أحيانا يعني في يمكن البعض الآن مش عارفين يفهموه. فقدسك شفت كيف يعني تدخل السيد المسيح مع هذه المرأة الكنعانية؟ هي ناس كتير بتشوف صعبة كلمة ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب.
ولكن السيد المسيح هو الله الظاهر في الجسد، والله يقول عنه وفحص القلوب والكلى. إذن هو يعرف ما في داخل هذه المرأة وما احتياجها، بس يعرف اللي جواها وإيماني. ولهذا السيد المسيح حب يظهر هذا الإيمان للتلاميذ وللشعب المحيط به. يعني كان هذا الضغط عشان خاطر يخلي المسيح يعرف يعني إيمانها ويعرف ما في داخلها، لأنه فحص القلوب والكلى. وفي بعض الأوقات كان يعلم أفكار البشر زي ما ذكر، اللي جابوا المرأة المضبوطة في ذات الفعل وقالوا ترجم، كان يعلم خطاياهم ونزل على الأرض وكتب لكل إنسان خطأ. ولما سمعان الفريسي فكر في نفسه، ما هذه المرأة ولا ما التي لم تكن، ولو كان نبي العرم هي من هي، إنها خاطئة. فأجاب يسوع يا سمعان عندي كلمة أقولها لك، وبدأ يدي له المثل اللي هو إكرام الضيف اللي ما جامش بيه. فإذا السيد المسيح كان يعرف إيمان هذه المرأة، بس الجمع المحيط ماذا يعرف عن هذه المرأة؟ ما حدش يعرف غير إنها امرأة كنعانية أممية وسامية بس، لكن إيه اللي جواها ما مش معروف. فزي ما بيقول كده سليمان يشوع بن شراخ، الذهب يمتحن بالنار والمؤمنين في أتون التجارب. لازم تجرب شوية عشان تبين تطلع الإيمان ده. الذهب عشان لو جاء واحد رحت معاه ذهب راح لتاجر، هيجيب مبرد ويحك الذهب ده عشان يشوفه هو ذهب ولا بس طلع من بره، فحيبين. فلازم يبقى فيه احتكاك، فهذا الاحتكاك يكون في هذا يعني. هذا ما فعله السيد المسيح بهذه الكلمه لهذه المرأة، ليس حسنا ان يؤخذ خبز البني ويطرح للكلاب. هنا ظهر ايمانها يا سيد، والكلاب ايضا تقتات من الفتات الساقط من مائدة أربابها. إذا كان هذا، إذا كنت أنت خبز للبنين، فإحنا مش عايزين غير الفتات. أنا قابل، أنا قابل إن إحنا نكون عايزين الفتات. فظهر هذا الإيمان العظيم عند المرأة، أن هي مش طالبة الكثير، طالبة الفتات. طب واللي يطلب من المسيح الكثير القليل يعطيه الكثير، حينما يطلب بأمانة على الأمين في القليل أقيمه على الكثير. وقال للعبد الصالح، عما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. أنت في الفتات كنت أمينة، لذلك هعطيك خبز البنين، بس مش خبز البنين بس، أنت حصير من ضمن البنين. ولذلك إيه؟ أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله، أي المؤمنين به، الذين ولدوا ليس من مشيئة الجسد ولا من مشيئة الدم ولا من مشيئة رجل، بل من الله ولدوا، دخلوا بقت ولادة فوقانية على طول مباشرة، وصاروا مش شعب الله، أبناء الله. لما الشعب رفض بقى المؤمنين أبناء. فربنا أظهر، السيد المسيح أظهر إيمان هذه المرأة بهذه الكلمات، لأنه كان يعلم إيمانها. بس الناس هتعرف إزاي؟ حينما قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك، قعدوا كل اللي قاعدين يقولوا من هذا الذي يغفر الخطايا؟ ما حد يغفر خطايا إلا الله وحده. هم عشان يوريهم إن هو له سلطان على المغفرة، هو الله الظاهر في الجسد. قال لهم لكي تعلموا أن الابن الإنسان سلطان أن يغفر خطايا الأرض. يعني أنت تعرفوا أن ابن الإنسان ده هو الله الظاهر في الجسد، مش مجرد كلام مغفور الله خطاياك، حاجة مش باينة. هو الله الظاهر في الجسد. قال للمفلوس قم واحمل سرك وامشي. فأظهر سلطان مغفرة الخطايا بقيامة المفلوج وحمله سريره جدا. لذلك الجميع بهتوا أن معقول حد بعد ما يجدف يشفي؟ طبعا مش معقول، لكن لأن هو صاحب السلطان وصاحب سلطان مغفرة الخطايا فشفى. ومعنى أن هو شفى يعني غفر خطايا، غفرت الخطايا، ما هذه شفاء أعلان لمغفرة الخطايا. فهذه المرأة
الكلام ده لو السيد المسيح ما قالهوش ما كانش هيظهر إيمانها. هيظهر إزاي؟ ولهذا السيد المسيح امتدح هذا الإيمان. يا امرأة عظيم هو إيمانك. وكلمة يا امرأة دي قالها لمين السيد المسيح؟ السيد العذراء. ده قالها للعذراء. مالي يعني ولك يعني يا امرأة في... يعني يا سيدتي او يعني... هي معناها يا سيدة. عظيم هو إيمانك وامتدح هذا الإيمان العظيم وقدام الكل ما حدش يقدر يشك في إيمان هذه المرأة فيما بعد. لذلك كتبوه الرسل لأن إيمان إيمان أفضل من إيمان البنين. عشان كده صاروا مش بس شعب، صاروا أبناء الله المؤمنين باسمه. فربنا بيحب يحرك الإنسان عشان يظهر اللي جواه، وإلا ما كانش خرج إيمان هذه المرأة ولكن حد شافه. فلم يقل السيد المسيح يهين هذه المرأة ولكن لإظهار إيمانها، لإظهار إيمانها. وزي ما قلنا الذهب عشان يختبروه قال لك يمتحن بالنار. طب المؤمن، هذه كانت تجربة للمرأة فأظهرت في التجربة أنها عندها إيمان وظهر هذا الإيمان، لأن المسيح كان يعلم هذا الإيمان. ولو السيد المسيح امتدح هذا الإيمان قبل أن تقول هذه المرأة هذه الكلام لا اعتبروا أن السيد المسيح بيجامل. لا، المسيح بيجاملش، يقول حقيقة، نفحص القلوب والكلى. امتدح إيمان هذه المرأة، فكان فعلا إيمان عظيم إن هي خرجت من التخوم تدور على المسيح وجبلت بهذا الكلام اللي هو أظهر هذا الإيمان. والسيد المسيح لم يكن يهين هذه المرأة، إنما لإظهار إيمانها. لو جه واحد عشان يختبر يعرف إنسان مسيحي أو غير مسيحي هيعمل إيه؟ هيجي يجربه بكلام الكتاب المقدس، ممكن يضربه كف. الإنسان المسيحي الحقيقي يعمل إيه؟ يحول الخد الآخر. من لطمك على خدك فحول له الإيه؟ الآخر. هذا الإنسان المؤمن. لكن لو ما حدش لطم هيعرفوا ازاي؟ كانوا المسيحيين يعرفوهم من كلامهم، لو ما تكلموش منها يعرف عنهم حاجه. ليه؟ لان كان من بشاشه وجههم ومن لطف كلامهم ومن كلامهم عن رب المجد يبين ان هو انسان مسيحي. انما اذا انسان من الهدوء والوداعه انسان يتكلم في العالميات، من يعلم من هو؟ انسان يتكلم عن المسيح بيظهر ان هو ايه؟ انسان مؤمن. فهذه المرأة ظهر إيمانها. وهنا أبي يعني هنا في الأول قالها لم أرسل إلى خراب بيت إسرائيل الضالة، وفجأة لقيناه فات معاها. يعني إيه يعني إيه الحكاية؟ يعني هو فعلا جاي خراب بيت إسرائيل الضالة؟ نعم. ولا إنه مفتوح الباب هو جاي من أجل الجميع؟ هكذا أحب الله العالم. نعم أبونا، النقطة دي مهمة. بس في بيقول معلمنا يوحنا جاء إلى خاصته، وخاصته إيه؟ لم تقبله. لما رفضوا، لأن ربنا كان عايز إن هم من خلالهم الشعوب دي تعرف الإيمان. خميرة. لما هم رفضوا. كان متوقع منهم. نعم، لما هم رفضوا. وده اللي قاله لهم بولس الرسول، قال أليس لكم المواعيد والعهود ومنكم ولكم النبوات ومنكم المسيح حسر الجسد؟ يعني كل الحاجات دي قالها لهم بولس الرسول العبرانيين ده. نعم. كل ده منكم. طيب إيه اللي حصل اللي منهم كل ده؟ تركوه. وقاوموه، مش بس تركوه خلاص، لا، وقاوموا كل حتى من كان يتكلم باسمه، لحد ما جت يعني إنسانة أممية، امرأة أممية هي لتعطي درس. ولهذا امتدح السيد المسيح إيمانها. عظيم هو إيمانك. عظيم هو إيمانك. يعني احنا هنكمل مع اللي اتسابونا قالوا، واللي كنت حضرتك بتقوله عظيم هو إيمانك. الإيمان العظيم أو عظمة الإيمان حضرتك كنت بتكلمونا قبل ما اتسابونا يكلمنا عن السيد المسيح، يعني كيف يعني نقتني هذا الإيمان العظيم؟ يعني ست أممية ما بتعرفش حاجة، من أين لها هذا الإيمان؟ وكيف إحنا لينا وما أحباء المشاهدين يعني يكون عندنا هذا الإيمان؟ ليه ما عندناش هذا الإيمان؟ أو كيف نقتني هذا الإيمان عم أبو فادي من 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 يعني من وجهة نظرك؟ شو بتقول حضرتك؟ شوف، هذه المرأة سبقت بتواضعها أبناء الملكوت اللي هم كان الملكوت معدلهم، سبقتهم بإيه؟ بالتواضع بتاعها.
النهاردة أي واحد اتكلم مع واحد لو قال له كلمة صغيرة تبص تلاقيه يديله 10 من قابلها. دي قد ايه سمعت كلام. فالإنسان أهم حاجة بيكون هو عنده هو عايز ايه. لو هو حدد هو عايز ايه ما ينظرش لأي حاجة أخرى تانية حتى لو قيل عنه ما قيل هذا الكلام، لأن هذا الكلام ليس كلام السيد المسيح، هذا الكلام كان هو الدارج عند اليهود، بيعتبروا هؤلاء الأمم هم كلاب، وبالتالي المثل اللي هو ليس حسنا أن يؤخذ ده مأخوذ مثل عندهم من المجتمع اليهودي، لأنه عايز يوصل لهم فكرة إن أنتم لا تحتقروا الناس دول، أنتم تحتقروهم وأنا هوريكم بقى إيمان دول الناس هيكون شكله إيه حتى هضغط عليهم. هو عايز ما يتركش مجال أبدا لليهود إن هو يكون في عصرة، ما كان ممكن مباشرة يدخل لصور وصيدة ويعمل معجزات فيها، لكن هو ما دخل. هذا الدخول تركه لمن بعد كده يروح يبشرهم. هو جه، هو كما جاء في الإنجيل لم آتي إلا لخراب بيت إسرائيل الضال، يبقى هو خدمته ضمن بيت إسرائيل، ضمن إيه؟ خراب بيت إسرائيل. لكن الأمم وانتشار الإيمان بعد كده هيكون ده مسؤولية اللي يحملوا الرسالة. عشان كده السيد المسيح قال إيه؟ شعب لم أعرفه يتعبد لي وبسماع الأذنين إيه؟ يسمعني. كل الناس اللي آمنت بعد كده سمعت، لأنها سمعت من التلاميذ عن المسيح، ما شافتهوش، بينما هم شافوه وشافوا معجزاته وشافوا معجزات متعددة. يعني شافوا معجزة إنه يلمس، معجزة إنه يؤمر، معجزة أن يقول كلمة عن بعد، معجزة إنه يحول إرادة إلهية، يحول ماء إلى خمر. هل يقول دلوقتي يقول وليكن لها عظيم من ليكن لك كما تريدين فشفيت ابنتها من تلك الساعة. بص أصل هي بص قدمت رسالة كبيرة جدا. لذلك شوف الإنجيل ده ليه ذكر؟ ما هو في آلاف معجزات غير قبل كده اتعملت، بس دي اتعملت للتعليم ان قديه الانسان عنده قوة تحمل، عنده تواضع، عنده محبة، عنده ده. بعد الكلام تقول يا سيد، برضو تسجد له يا سيد اعني، يعني انا جاي لك، انا بقى ايه عايز. لذلك بقى من شاف الكلام ده كله جاء بقى ايه رد لها الانفتاح القلب اللي عندها ده كله، اخدق عليها بقى. انت عايزة ايه بنتك؟ لا ده بنتك دي حاجة بسيطة، ده كلمة، لكن انت عايزة كمان الرحمة؟ ده انا متأكد ان الست دي بعد كده هتكون من المبشرات الأممية دي، يعني هتكون يعني من المبشرات. يعني حضرتك كنت بتتكلم جه في دماغي المرأة السامرية. يعني لما تركت جرتها وراحت شهدت في السامرة، بعتقد ان الست دي كمان يمكن الكتاب ما ذكرش، بس مستحيل ابدا ده راحت اصبحت كارثة، لان هي من قالت من قال لها قالت له ارحمني، وزي ما تفضل اصابنا في كل معجزه كان قبل الشفاء يكون فيه غفران خطايا، فبالتالي غفرت خطاياها، اترحمت وخدت اعانه وبنتها شفيت. فاكيد الست دي راحت ايضا تكرز بهذا العمل الخلاصي، لان هذا عمل مش بسيط. ده اللي ياكل لك ما تريدين، انت عايزه كما إيه؟ تريدين ياكل لك كما تريدين، اللي انت عايزاه خلاص، اللي انت جايه بنيتك عايزاه مني تعالي خدي خلاص. اصل فتح لها الكنز ده، مش بس خدت بنتها شافت وقابلتها في السكه وخدتها بالحضن يا ماما اهلا وسهلا بي. لا ده هي خدت نعمه، خدت بركه، خدت لمسه. ده دي مش شويه، يعني دي اتغيرت من انسانه امميه وثنيه الى انسانه اصبحت سجدت تؤمن بالسيد المسيح، شافت بقى بعينها بقى. هي قبل كده كانت تسمع من اليهود عن واحد اسمه ابن داود بيعمل معجزات، لكن الان هي لمسته، هي اختبرت. وقفت قدامه سجدت، وبالتالي من سجدت انا متاكد انها من تسجد لمسته، لمست ثوبه، لمست رجله، يعني خدت من البركه الموجوده فيه، من القوه الموجوده فيه، اصبحت انسانه ثانيه، اتغيرت بحيث اخذت كل ما هي عايزه من شفاء، من رحمه، من اعانه، تغيرت، صارت حاجه ثانيه خالص. عشان كده احنا الايمان المرتبط بالثقه، ان انا هي من جت عندها ثقه ان السيد المسيح سيفعل معها ما تريد، وهي عندها امل ورجاء كبير، بس الجراءه، التحمل،
التواضع ده بقى اللي احنا انا ما نتعرض لمشكله. لو انا عندي انا ما بطلبش من ربنا، اصل ربنا عارف احتياجاتي، عارف انا جاي عن عايزه ايه، ده هو من جات قدامه هو عارف هي عايزه ايه، وكان ممكن من غير حتى ما يكلمها بنتها تشفى وخلاص انتهى الموضوع، لكن هو عايز يدينا احنا درس في قوه التحمل وعظمه الايمان. شوف لما يقول عظيم هو ايمانك، ده كلمه من الصغيره، ده زي ما قلنا قبل قلنا ان ما قالهاش للتلاميذ، التلاميذ ده قال لبطرس الرسول يا قليل الايمان، اللي هو قال على هذه الصخره ابني كنيستي، قال له يا قليل الايمان لماذا شككت. طب تخيل بقى ان بطرس الرسول اللي نشر الايمان كله في العالم مع الرسل والتلاميذ وكان قليل الايمان، طب هذه المراه عظيمه الايمان هتعمل ايه؟ اكيد عملت عمل عظيم. بالتاكيد بالتاكيد، المساله مش مساله شفاء بنت ولا شيء، لكن مشكلتنا احنا في حاجه معطلانا. في كم تدريب مثلا ممكن ناخده الموضوع الايمان استاذ ادريس؟ بص عشان الست دي الست دي من سمعت لم اتي وسمعت ليس حسنا، الكلام ده لما سمعته ما اثرش عندها، عندها هدف اخر. احنا من يكون عندنا هدف اخر مع الاسف شويه احنا الشرقيين بتنقح علينا الانا والذات، ازاي انا يتقال عليا كده، ازاي كذا مش عارف، فدي هو مش عارف انا مين. احنا مشكلتنا الانا والذات، مشكلتنا ان احنا ما بنتحملش بعض، لكن لو شويه هنقدر نتحمل بعض شويه ما اقولش انا ده يعني 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 التواضع يجيب ايمان. فين نقول ده هو التواضع اساس الايمان. ده السيد المسيح قال تعلموا مني لانه وديع ومتواضع القلب، يعني هو ادانا التدريب ده، يعني عشان انا اكون زي المسيح لازم اتعلم منه ايه؟ انه اولا وديع يعني انسان حمل، يعني انسان ما عندهوش لا ضغينه ولا كره ولا 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 ابدا، وبعدين ايه؟ ولان طيب القلب. كل الوداعه وكل المحبه وكل ده هتقودك لايه؟ انك تكون ايه؟ قلبك ده لا يحمل ضغين الاحد، يكون ما قلبه واسع، لا يحمل يحتمل ما لا يحمل الا يعني الوداعة والتواضع والاحتمال يساعده في موضوع الايمان. لكي ناخذ من كنوز السيد المسيح لابد ان نكون مثل هذه المراه، ونحن نتميز عنها كثير. نحن في النعمه، هي ما كانت في النعمه، هي كانت عايشه في الخطيه، لذلك بتقول ليس حسنا. نعم يا سيد، يعني عارفه انا عارف نفسي. قائد الماء قال له ايه؟ قل كلمة ليبرأ غلامي، أنا لست مستحقا أن تكون تحت سقف بيتي. يعني أنا عارف أنا مين، أنا عارف أن أنا من اللي بيقولوا عليهم الأمميين بيقولوا عليهم الكلاب، أنا عارف، بس إيه أنت بس تقول كلمة وأنت مكانك خلاص. هي المرأة دي نفس الشيء، المعجزتان الوحيدتان اللي هم السيد المسيح بكلمة وهو مكانه لقائد الماء وعظم إيمانه، ولا هذه المرأة أيضا وعظم إيمانها. ليه؟ لان فيه اساس موجود داخل الانسان. انت دخلك انسان، دخلك ايه؟ دخلك هو ايمانك مرتبط على حاجات اساسيه، انك تنكر ذاتك، انك تحط قدامك هدف ان انت توصل للملكوت، وبالتالي بتكون انت ابن للمسيح. زي ما كان المسيح يقول يصنع خيرا، هتكون انت ايضا كالمسيح تقول تصنع خيرا، وتكون ايضا انت للناس السراج اللي هم ممكن ينور لهم طريقهم ويشيل عنهم كل حاجة. سيد المسيح عظمها رغم ان هي قالت كلام بسيط، ما قالتش حاجة كتير، قالت ايه؟ يا ابن داود ارحمني، صلاة بسيطة جدا. يعني ال- 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 الفريسي والعشار قال كلمة واحدة بس، قال اللهم ارحمني انا الخاطئ، ربح الدنيا، طلع ايه؟ مبرر، واخد بالك؟ هي صلاة بسيطة جدا. ليست الصلاة كثرة في الكلام ولا الكلام المختار، لا، الصلاة البساطة، كلام بسيط من يا ابن داود ارحمني. الكلمة دي أثرت في قلب السيد المسيح، واستطاعت هذه المرأة أن تأخذ من كنوز السيد المسيح وتنال كل ما تريده. وأول حاجة أنها أخذت الرحمة وخدت الشفاء، وليكن لك كما تريدين. أتصابونا احنا يعني فاضل لنا دقيقتين ثلاثة أتصابونا قبل من الحلقة، عايزين مع يعني أحباء المشاهدين لينا وأحباء المشاهدين ماذا نتعلم اليوم من هذه المعجزة، من هذه الامرأة؟ تهيك دروس نقدر ناخد فيها تدريبات. يقول معلمنا بولس الرسول عن الإيمان، هو
الثقة بما لا يرى. نعم، الثقة بما يرجى والإيقان بما يرى. نعم. بما لا يرى. نعم. إذن خلينا عندنا ثقة في ربنا أن هو الوحيد القادر على حل متاعبنا ومشاكلنا. لو إحنا كل متاعبنا، كل أمراضنا، كل احتياجاتنا، كل ضيقاتنا حطناها قدام السيد المسيح، هو الوحيد اللي هيحلها، وليس بأحد غيره الخلاص. هذا هو الإيمان، إن أنا أروح للمسيح كده في ضيقة في شدة، في أطرح أمامه كل ما تعب، زي المرأة الكنعانية. وفعلا هي عملت كده الست، يعني جاية بكل تركيز بدون أي رجعة. هو الإيمان مش كلام، ثقة بما يرجع. عندك ثقة في المسيح إنه هيشفي. عندك ثقة إن ضيقاتك هتحل حينما تكون أمام المسيح، هتحل. إنما إيمان متزعزع، ما عندك ثقة، يقولك إيه بظروفها، يعني يقول كده معلمنا يعقوب، اللي بيطلب بإيه؟ بدون إيمان كمثل أمواج البحر، اللي بيروح وبيرجع، عملية مرجع. مفيش إيمان ثابت، يبقى مش هتقول حاجة. يعني أبونا يبقى نيجي بتركيز. نعم، بإيمان. نعم. ثقة عندنا، ثقة. نعم. هو مين في إيده؟ هو كل أمورنا. مين في إيده حياتنا؟ مين في إيده خلاصنا؟ مين في إيده شفائنا؟ مين في إيده سد أعوزنا؟ مين في إيده شفاء أمراضنا؟ ما فيش غيره. يبقى أنا رايح له بثقة، واثق إن أنا رايح لأبويا السماوي، هو اللي هيحل لي كل حاجة. ولو الدنيا في البداية كانت فيها كلمتين كده، الأمور معصلجة، عندي ثقة فيه، ثقتي فيه، ثقتي هو إيمان. الإيمان نقل الجبال بالمسيح، إن هو حلل المشاكل، نقل جبل مقدر. الإيمان حل مشاكل كتير. فإحدى الإيمان يعني الثقة، أنا أروح عند المسيح بثقة إن هو حلل المشاكل، إن هو أبويا السماوي، إن هو المهتم بي، وأطرح أمامه كل ما تعبي. مش قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم؟ أنا هروح بكل أحمالي، بكل ما تعبي، بكل ضيقاتي، بكل احتياجاتي. بإيمان هذه المرأة، بثقة إن واثق إن هو حيحل كل شيء، وثق تماما إن ربنا مش هيترك ولاده يرجعوا فارغين. وأفضل قدامه وأقول ما هتركك إن لم تباركني. مش ماشي ليه؟ عند ثقة أنت هتحل، مفيش غيرك يا رب. كل ثقة فيك إن أنت حلال كل المشاكل. عندي ضيقات، عندي اضطهادات، عندي ألام، عندي احتياجات، كلها هروح أطرحها للمسيح. ليه أنا أشتكي للناس؟ ماذا يعطي العالم؟ لو كنتم من العالم لأحبكم العالم. ملعون العالم مش هيدينا حاجة، هو اللي هيدينا كل شيء، وعطانا أعظم عطية الخلاص، وعطانا البنوة، صرنا أبناء لي. فإحنا أبناء بنطلب من أبونا السماوي. مش ممكن إن نسيت الأم رضيحة أنا لا أنساكم، لازم يكون لنا هذا الإيمان، ولا نتركه قبل إن لم يباركنا. أحبائي ومشاهدي قناة نور الشرق، برنامجكم فرح البشارة، فلنتعلم اليوم من هذه المعجزة زي ما علمنا قدس أبونا والأستاذ جرجس. تعال إلى المسيح، تعال له بكل الثقة بكل الإيمان، ولا تذهب قبل أن تأخذ، لا تترك المكان قبل أن تأخذ، وتعب بكل إيمان وبكل صبر، وأسجد وقول له يا سيد أرحمني، وقول له نحن أيضا عايزين الفتات الساقطة ستسمع الكلام الجميل اللي سمعته المرأة الكنعانية اليوم. عظيم عظيم هو إيمانك، ليكن لك كما تريدين. نحن بنصلي نقول رب، يعني احنا إيماننا يعطينا إن احنا يكون لنا هذا الإيمان لكي نأخذ نعمة ونأخذ بركة ونأخذ معونة. أحبائي ومشاهدي قناة نور الشرق، يعني بنحب نشكركم بوجودكم معنا النهاردة، ونشوفكم الأسبوع القادم. اذكرونا في صلواتكم، وسلام المسيح يكون معكم.